كابتن هشام اول بقى ما انضميت لمنتخب مصر اول كلام قاله لك كابتن محمود الجوهري كان ايه؟ قابلني الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه في اتحاد الكوره كالعاده. كنت اصطحبت معايا اخت كانت في حلوان بتفائل بيها يعني وخايفه عليا اروح لوحدي. قال لي انا هشام ازيك تعالى، وقابلني مقابله كده عظيمه جدا ونزل لحد تحت وطلعني فوق بقى في مبنى الاتحاد الافريقي اللي كان في الخلف دوت، وقعد معايا وقال لي انت راجل وتمام وانا براهن عليك ان شاء الله وعايز اقول لك على معلومه. قلت له اتفضل يا كابتن. قال لي بامانه اللي لفت انتباهي وفكرني ورشحك محمود. فانا بقول له محمود جوهري ده؟ قال لي لا محمود الخطيب. هو بقى على كابتن الخطيب بيقول محمود هو يعني. كان وقتها كابتن محمود الخطيب مدير المنتخب. كان المهندس سمير عدلي مدير اداري. كابتن محمود كان اول بوزيشن يبتكره كابتن محمود الجوهري ان هو يبقى فيه مدير للمنتخب يعني. قال لي الكابتن الخطيب، وكان حماده صدق بامانه برضو من الناس اللي بتتكلم عني كويس دايما معاهم هناك. وانا فوجئت كمان ان الكابتن الخطيب موجود كمدير للفريق. اتبسطت جدا واندمجت معاهم ودخلت في المعسكر، وكابتن محمود كان بيجينا فعلا ومره ادانا محاضره صعبه جدا يعني. كنا بنلعب كده تجمعات وتقسيمات وماتشات وديه. قال احنا مش فرق مدارس. انا فاكر كابتن الخطيب يعني انت لعيب منتخب مصر لازم يكون لك اداء معين وشخصيه معينه يعني كان ليه دور كبير ان انا اوصل موجود في مستوى معين وتواجد في منتخب مصر. طب فاكر اول مباراه بقى لعبتها مع منتخب مصر رسميه؟ اول مباراه رسميه ليا كانت صدفه، وصدفة كنت ماتش او بدايه التصفيات كانت ليبيريا في استاد القاهره. المنتخب فاز 2-0. كابتن الجوهري كابتن محمود قال انت من الرجال اللي معانا، انما بالليل جابوني وقالوا لي يا حبيبي حقك علينا، احنا مش هنقدر ندفع بيك ولا باي حد، احنا في اول مباراه لينا وصعبه جدا وانت تستاهل تكون موجود معانا. روح البلد سلم على الحاجه والحاج وتغذى شويه ما تحرمش نفسك وتجينا يوم كذا اللي هو بعد التجمع بعد المباراه على طول بعد مباراه ليبيريا. بعد مباراه ليبيريا رحت معاهم فعلا، خدوني من ضمن طبعا تفكر زمان كان ال 11 و5 16 وممكن يبقى في 2 لعيب لو حد اتصاب ولا حد عيل ف 18 السفريه البعثه يعني او ممكن تبقى 16 كمان يعني. رحنا ملاوي في ملاوي، فكنا بنتمرن بقى ارض بقى ومطر وحاجات زي كده، وانا من ضمن الخمسه اللي هم احتياطي. الكابتن كان بيعرف الناس قبلها بثلاث اربع ايام، كابتن الجوهري ده اسلوب يعني. واحد كل واحد يستعد ويعمل حساب، وكان ياخد ال 11 دايما يعمل بيهم محاضره بالليل لو انت فاكر. وتمرنت دخلت معاه قبل كده، لسه هنتكلم مع محاضرات الجوهري دلوقتي. برافو عليك. فقعد انا في الاحتياطي وبدات رحنا المباراه وال 11 بيعملوا احماء وخلاص على وشك ان الاحماء خلص وطلعنا بره، وانا قاعد كده ولقيت كابتن جوهري هشام، فلقيت بقى الله يرحمه كابتن طه بصري فرحلي. كان مدرب عام مع كابتن الجوهري وقتها كابتن طه بصري. قال لي عبد الرسول هشام يا كابتن. قال يلا ربط يلا انزل، عمل لي كده كابتن جوهري. قال لي كده. قلت له حاضر. قال لي مكان علي مهوب، طبعا النجم كبير لعيب انا بحبه، لعيب مصر خالص علي مهوب كلاعب كرة يعني حدوته يعني. كان هاف رايت طبعا انت عارف اختراقاته وبيتميز بمهاراته وامكانيات عاليه جدا، فكان عنده مشكله في صوابع رجله يعني. حاول يضغط على نفسه لعب الماتش الاول اساسي طبعا واحرز هدف على فكره. بس حاول يضغط على نفسه انما في الحماية ما قدرش فاعتذر. فالكابتن الجوهري يدفع بمين؟ دافع بيا انا كده عبد الرسول. ودي كانت اول مباراه دوليه رسميه، اول مباراه رسميه ليا واول هدف دولي ليا. وفي المباراه الاولى كان معاه هدف، هي المباراه دي احرزت انا الهدف اللي هو بدايه التقدم لمصر 1-0 لحد في الشوط الثاني بدايته، واللي هم تعادلوا معانا في اخر الشوط الثاني بهدف. ساعتها احتجينا عليه كتير جدا، انما انتهت المباراه هناك في ملاوي 1-1. كابتن جوهري برضو في ظل وجود نجوم الاهلي والزمالك لكن دايما عينيه على لعيبه الاقاليم. لما يجيب هشام عبد الرسول من المنيا اللي رشحه له كابتن محمود الخطيب، لما يجيب واحد من نجوم الاولمبي وقت احمد الكاس كبير طبعا، عايز اعرف برضو المعامله. انتوا النهارده من انديه الاقاليم وداخلين على نجوم اهلي وزمالك. لا ده انا اقول لك مفاجاه. ده ماتش ملاوي ده لعب بكام واحد من الاقاليم. كابتن الجوهري فرق معاه او مسته ان هو لعيب كوره، خلي بالك يعني رقم واحد لعيب كوره كويس جدا، كان مهاجم هايل هو حكالي. وبطل بدري برضو زي حالاتي، بطل 25 سنه. انما كان تدريبه النادي الاهلي، لعب ضد المنيا، لعب المنيا، لعب المقاولين، لعب الاسماعيلي، لعب المحله، لعب الاتحاد، ضرب الاهلي كام سنه وخد معاه بطوله افريقيا. فعارف لعيبه مصر كلها من خلال توليه مسؤوليه النادي الاهلي. ماتش اللي انا لعبته دوت كان فيه مين بيلعب؟ كان صابر عيد بيلعب، كان خالد عيد لعب، هو اللي رفع الكورنر جبت انا جون.
طارق سليمان، كابتن طارق سليمان نجم بورسعيد لعب، فوزي جمال الاسماعيلي لعب، يعني مش منتخب اهلي وزمالك بس، احمد الكاس حبيبي الغالي مصر. طبعا انا يمكن المصادفه الناس اللي قريبه ليك قوي، ده حبيبي واخويا ونجم مصر وحاجه، يعني بحبك يا احمد، هو عارف كده كساوي الكاس يعني. بص بقى، يعني في مباريات كان بص نفسي كده ما لاقيش غير كاس وهشام خارج النادي الاهلي والزمالك، ست اهلي او سبع اهلي، اتنين زمالك او ثلاثة زمالك على الكاس، ومين على الكاس وهشام عبد الرسول، فيعني انما في نجوم كبار، في ياسر فاروق لعب ادى وعمل دور كبير جدا، ده خد من محله المحمدي صالح، خد لا لاعب ناس كتير جدا، الكابتن الجوهري شاف كل لعيبه مصر خلال الفتره اللي كنت متواجد فيها بامانه يعني. حمامه البلاستيك يعذروني طبعا حبايبي وزمايلي كتار، انما هو كان منتخب الكابتن الجوهري كان من اول تجمع، على فكره هو جابني في اخر التجمع 88، انما هو بدا في بدايه 88، انما كان بيقول للعيبه وللناس احنا جايين عشان نوصل بمصر كاس عالم.